شباب الله يحفظكم. النجدة. أنا الحين طالع أشتري مكيفات ولا أفقه شيء في المكيفات المركزية. أنا تخصصي مكيفات حقت الديرة ذيك اللي فجأة تعطيك دعسة، عرفتوا؟ فطالع على الله، مع إني سألت الشباب وأعطوني كم نصيحة عشان أسوي نفسي فاهم وداخل عليهم، أسوي نفسي فاهم الشغلة، لأن مو تخصص صراحة مكيفات مركزية. فبروح إن شاء الله الحين، فأنا هاللحظة أحتاج جدتي معي. جدتي تخصصها مكاسرة، فأنا ما شاء الله في المكاسرة لعيب. هذا السعر ترى المحل جنبكم أرخص منكم، خلاص روح. أوكي خلاص بشتري. ما أعرف. لا يا حبيبي، ما في شيء ذكيني بسنة 2019. صدق؟ إيه صدق. طيب أوكي اسمع، هذه تعرف الخصم بمين؟ شوف إلا سعر السماعة بس سعر الشاسب كم؟ خطة 5000 بعد خصم بس يا بلاش، حطها لي على السلة. أخوان جينا ناخذ مكيفات، وأعرف نفسي لا سكنت مكيف أشغل دقيقة وأبرد وأطفي، لكن الحين والله لا شغله ما بخليه يوقف. أخوان جينا ناخذ مكيفات، شوف السعر كم؟ 14000 صارت 5500. شوف الحجم كيف؟ تشوفون؟ وووو هذا لو تابع في مباراة بنزل معاهم ألعب. دائما أقول لكم عليكم بالعروض، لا تخلون ولا عرض، لن ينجو أي عرض. عروض يوم وطني، عروض يوم تأسيس، عروض حلاقة دقن، أي شيء في الحياة استغلوا. خلنا نشوف كم سعر خوينا. أوف والله سعر غالي. امشي مع العروض. الحين خلصنا مكيفات وخلصنا الشاشة رسميا ولن ينجو أي عرض. باقي باقي والله استغفر الله، أنت توقعت الشغلة بتكون سهلة. الحين باقي مطبخ، بس المطبخ وبس، الباقي الديكورات والتصاميم هذا بسيطة مرة بإذن الله، بس خلاص الأشياء الأساسية يعني. أنا ما في ردة روب ردة. لا عادي ردة. الاندومي اول شيء يحطون لك الحليب وبعده شط قهوه، بعده يضيفون الاندومي فوق البهار ويزينونه باكليل الجبل، وانتوا عاد براحتكم تاكلون الاندومي لحاله او تسوون له ميكس مع القهوه. هذا الترند الجديد للقهوه في تايلند. طمنتني يوم قالت ان الهبه هذه في تايلند، اللهم لك الحمد. على تايلند اي شيء يشربونه وياكلونه عادي ما فرقت معهم. حبيت كيف الطريقه هذه تخلينا نكره الهبات. ما نحب الهبات، نكره الهبات يعني. اوكي احنا نحب الاندومي، نحب القهوه، بس انكم تجمعونهم مع بعض ما يمشي. يعني احس يومين وخلاص نسمع معصوب لاتيه، جريش لاتيه، كبسه مع قهوه دبل شوت على الفحم. لله اول مره تضبط معي لحظه الادراك. امس جتني الحال قلت لعنبوها حياه، بفضفض بنزل امها بالتويتر يا شيخ خربانه، بمشي ابلك واحذف الناس. سبحان الله يوم جيت كتبت الكلام جيت بنزله قلت خلني اخمدها شوي بنزلها بكره. يوم رقدت وصحيت لا اله الا الله تقول شخص ثاني، ما ادري وش كان منكد علي الله اعلم، ما ادري وش جاني الله اعلم. تخيلوا قبل لا انام انا خلاص الدنيا تقول خانقتني هنا. انا مخنوق، عرفتوا؟ يوم جيت بنزلها تويتر قلت خلني بنزلها بكره، حطيتها ارشيف. والله ملك الحمد ما نزلتها، وزين ما سويت نفس دراما ولعنبوها دراما، والله يفكنا من الدراما. واو يا اخوان، قولوا ما شاء الله، قولوا اعوذ بالله. شوفي ربع غمازات والشغل والعيون والشعر المضبط، صراحه ابدعتي والله ما شاء الله تبارك الله. في واحده الله يستر علينا وعلى ذاك اليوم رسمتني. لا هذا استغفرات بديت عشان اصير بعد ما شاء الله تبارك الله والله مبدع. هذه يا اخوان بحطها اول ما تدخلون البيت يكون بالواجهه. الله دائما يسموني نايف كافيهات، نايف كافيهات. ايش رايك؟ اوكي الشكل يلا وين بدون ما اكلهم ملعقه دائما حلوه يا حبيبي. التقييم ان شاء الله بعد السنه. هاي عيال شراء وين؟ من اللي كان هنا؟
شوف 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 قايلك ذوقي. بس واحد منهم اللي عجبني السيجنتشر عندهم ترى. هذا محشي شوكولاتة معجبني نوتيلا ما احبها. وهذا بالتراميسيو. وكيف القهوة؟ كم تقيمون؟ ثلاثة بس. وين؟ زين. عشان قلت لي اختار في 10 عشان المحل. ايه شفت دبلوماسية. انا جاي عشان الديكور بختار غرفتي. ما عليكم شباب الجدول في الوكيل بيكون مولع حريقة. اخر شيء وين شباب نروح؟ بنروح كوفي. اوه جدول امهات هذا. ادري عنك جايب لنا مول؟ ما اللي جايب لنا؟ مسكت مسكت قضيت. ايه المطار هذا 2005 كان حلمي والله اطلع مهرجان كان حلمي يا ربع اني اطلع زمان احس اني كشخه اعرفه تعال هذه خلاص يا ربع قلنا بنمشي يلا خلونا نتقضى هذا اخر محل اخر محل بنمشي طيب يا امي باب طالب مشروب في حليب وصلاح عنده حساسيه واقول له لا انتبه لا انا بخلي مسؤوليه لكن الا راضي انه يشرب يجربه هلا هلا شوف يجيني حساسيه انا مال امي شغل وجهك يتنفخ اشرب يلا اخلاء مسؤوليه خير وش ذا وقر وتعهد امام الجميع ما شاء الله تدري انا الاشياء هذه وش جاب خلطها ما عليك وين طيب وينه لا انا التحديث القديم لا تدري انا انسان صحي يعني ريلاكس لا تموت علينا اليوم والله طال عمرك يا شباب الحقونا ترى احنا عند الكوفي هذا لا صار شيء ولا شيء والله لو اشوف قروره مويه باحط مويه اذا خلص الثلج والله ما تهب في مويه والله ما تهب يا ابوي ليه صلاح البرستيج يا صلاح ابي برستيج يا ابوي هذه حركات جيل الثمانين احترم العلامه يا صلاح اللي ركب المكيف يا شباب ايش فمه احول ولا ايش شغال طافي ما ادري هو المفروض يكون بالنص صح شباب شوفوا حجم الشاشه وشوفوا حجم الجدار اللي بحط فيه الشاشه خلاص الشاشه صارت جدار ما شاء الله اخوان انا اكثر واحد متحمس ان انا اضبط الشقه لان راح اوريكم ابداعاتي المدفونه اللي كلكم تدعون ان يا رب انها تندفن زياده ف بتشوفون ان شاء الله شيء قوي باذن الله بتشوفون تصميم مره جبار ان شاء الله باذن الله باذن الله ف وي ويتنج ات فور ات بالله اشوف بساعدك والله اوف اوف ايش تبون؟ والله عطني اللي في الصفحه الثانيه شكله احلى ايه اشوف انا ايه هذا تبي؟ ولا بالعربي والانجليزي بس؟ لا خلاص شباب تخيلوا فكره المطعم تدقون الجرس وتفتح لكم الباب عرفت شوف؟ عرفت اليوم الربع جمعت لكم عيال الديره يا مرحبا شو اسمك يا بطل؟ محمد وانت يا بطل؟ تركي وانت يا بطل؟ فيصل وانت يا بطل؟ وانت يا حلو؟ محمد بلعب معاكم لعبة فشي. اللي يفوز له مني هدية تمام؟ وقفرها؟ شجرة نملة اوكي؟ يلا جاهزين؟ جاهزين؟ شجرة برا برا محمد برا خلاص معلش قلبي حجر شوي نملة شجرة برا خلاص خسرت للاسف خلاص ماني يلا شجره نمله برا خلاص يلا اوقف الفايز معانا ما فكوا بلانا الزعيره اللي نموت ماني كبيره شباب انا في ناس عجزت افهمهم والله العظيم عجزت افهمهم من هم ذول حقين الحمل اللي عرفتوا اللي يسوون حفلات حق الجنين اذا طلع ازرق يعني ولد طلع وردي يعني بنت لا واذا فقعوا البلالين وطلع ازرق سوالك ردة الفعل هذه اللي يعني ايش اكيد يا بيطلع ولد ولا بنت ليش ابغى اعرف ليش الرياكشن الاوفر اللي بيطلع دلفين ما له شغل يعني عادي يعني بيطلع ولد بنت يعني ليش الصراخ والبكاء وال وهذا خلاص ارحم لوالديكم اللي فابها تقول ان ما قد شفت مطر بحياتكم من قوة المطر اللي تصورونه عند السناب احس المطر قاعد ينزل عليه من الجوال خلاص هلكتونا وش فيها ايش فيها جوانب الرياض ايش فيها يعني ايش فيها مو طبيعي كأنهم ما يعرفوا مطر